عبد الوهاب آدم عبد الرحمن قام ديره إنه ولا بكسونا مجال هذا الصعانات عبد الوهاب كسر لو هو تا درويش ميديا جروب. ما شن ده محمود أقول له درويش ميديا جروب. إن هذا درويش ميديا جروب ده كم يد على مجال هذا الصعانات إنك كسونا كور نور تحالة جود مجال هذا الصعانات. محمود ما شن ده مجال هذا الصعانات ده حرونت قبل كسول ساكت قال قرار باك داعي واللي بس ده جهة رن على البيت يوبي يمرك وقي البدين طبعا. دقال قين توكلوا كم كوبناين واحد شري دقال تلس مكاب أنت بطلن قلبك تقولوا ينكبوس يعني نعم كنت أحسن دقال عيب دقال كاسي واحد عي طبعاً كي عمل ليه دي سبحانه ما يود عي إلا يوسف قري قلبك قبل عي مركب جدا كحبط رك أيش سيكونتي ما أنت واحد قادم واحد سمين بدل وين بيل بدن بيلو ورجين حال كم دين عن مراق كل شيء عم بيك قارين إلا يوسف دخلته قومي ما أنت لقول تقال ما يودن با مجفتو ميل ساك تقال كي وقبل ودم قري لوكل ويعني بوبي ساك يدي مدى أما ميليشيات كسنة مجوغين وحلو وريقي جيدا تحقو دروك اساسي مركا وحا كلو جرتين وددي كوج عدد كلي هاي سوق اللي جرتين عارقيسة كيمان احسانا هينا اللي أردلي أول الحرايو وحبان كسو قليل ما انت وحد مشي داو علي رغم من مقابل العيد مدى امام الكسماء هادو حاي يؤادو قلوين كوج عدو أرد الدقيو اللي باطب بضن اخوها يسمتكرر اساسي مركا ساك انتي هراء وحاي دقيمو وقيستان مقالة حافظة كاميدا ولو خسارها بقيمة داسي وياها وها بدات وير وادو قوبان لكن هادنا مرك الله لي مرك كلادان وشب مرك هاي وقارابا وهاي تقيمة كسا واحد مديسا وي سغال كي برقنا مكتب بيبا إن لان لسين بفرصة دي مقالة دا كتقيا وطودي ايا وهاي ساتي مرك ما انتجب فرب بضان ايا يسكو بيرسا دا يكو هذا اس انم مرك عيدا ما دونا دا ومالما هم بوحا السعودي بدال حوق لأو كسابسا سيدي مقالة دا الله سعان وضوغو دو قادة لها نما كان كسود دولي هركي سكيمي دقال كساك يا بلابي ما يجا صور ري مس إذا ماذا إس سي ودقال كبلابي بعند سدو شجعي أفهين ك بام قبلت إس سي فلالوك عبد الرساق عقل عبد الرساق فلالوك وها وشجعي إن لذي سبحان ما يصور رنا عيدا كمام كسماريلان عيدا ما دتك دجان كأه أو عقل وعقل كشجعي ما لنا أنت جبون لوجا جيس تقول بابنا مركب وحاسد مغنم محمد إن ميت كم إذا بابورت ووين أو كم إذا باب ما أنت عن تلو وصل بقاي هو تب مركلة أو ما أنت مركلة وصل قال يعيدا ك عن تعيدا ك إس سي مركب هذا نسكون سوق كوب ما أنت واحد عيد قال قاري قاري الله شجعي قاري الله قبتي عبد الهاب قاري الله قبتي سوق وقاري أي وتين أنا عم باشة وتبع لقير خورن قارياس وارون ده و وها بابور تينا عم بارشة ودت كتيجان كلا قوسة بكم دها لكن الله بام هذا هذا مركة لا يوقع عن تحيزن كحوي بس جد بقوس ولا بتي ورق وهاي شيء يعني من ما هل عم بارشة بيجي كذي هاي سكون وهرق لا هاي سكون نف برق يا كجور تودا وعادو علوس وقبو إلا يوفر كم ده سراكيش تحيزن كسمال لا أتلي أو القلنت وكم دي هنا حال ورنا يا إن دعاس كمان تايكو جريودة runti ka darto meel walba waxa yeelo tacsiidooda iyo magaraasi caataab ugu wada marka dagaalkii maanta waxa uu ahaa mid ka duwan dagaaladii hore maxamed dagaalka iga waran xagga tuulada samagab waxa lagu yiri maanta dagaalka ugu weyn wuxuu ka dhacay meel ka fog magaalada Laascaanood ilaa 40 kilometer bay u jirtaa tuulada samagab meel ilaado tuulada samagab ayaa 20 u jirto oo ciidamadu ay deganaayeen SSC ayaa la weeraray dagaalka ka war halka abuu dagaalka ka qaraa ama sar aqilku ama afayeen ha afayeen ka SSC uu sheegay laakiin waxa soo waan ciidamada ka dhabar jibin iyo way ciidamada ku kooban oo ay sahlay marka loo eego dhinaca maraag imaanta dagaalku ugu xoog badan waxa uu ka dhacay dhinaca bariga magaalada oo dhinaca garoweeyay sababtuna waxa weeye halka ay maamulka Soomaaliland waxay isugu geeyeen inta badan ciidamadoodii sababtuna waxay tahay waa maadaama wadadaas ay garow ilaa saano isku xirta dadal badan ku bixinayeen in wadadaasi aanay u furmin dadka deegaanka laakiin hadii aanu ilaahay diidan waxay u badan tahay wixii dhirri ka dambeeyay dadku inaanay wada rafay mar doonin maantana meelo badan oo dub calam garoonka diyaaradaha dhulkaas ayaa laga
لوريجي مركب واحد أبداً تاعي دجال كي بروح تابي إلهي عندي نقول يا شيعة وإخدم بيا ودراي فرم دون تابي نكلم عيدن كتر هذا بظن هذا كوش عدو كشرن وعيدن قاضم كشر وأفرت جهل جدكم يلا وبحنا نكرين ودرينا كأودن ولا كحرم ما قد قرن كرتا عيدن دعوة عن قاضي كرين وحنا ملقي سكرين مركب دبات هذا المرحلة كادو كل سنة وجهها وحكل وجهتا محمود إن قبل كتبير لفتر كده ما أنت دجال بيا دون دحية بيا وذاك قبل كاس oo la dabcan ciiso muuse iyo sidoo kale to abr yunus oo maanta ku dhaxmay halka laftirkeedu waxa ka soconaya ee ka soo wajahaya jabhad u culus ciidamada maleeshiyada Soomaaliland waxa kale oo jirto xogeelaya in muuse bihi laftirkiisu qorsheeynayo in magaalada Oakland yiraahdo ah ee sanad ugu weyn ee ciidamada maamulka Soomaaliland ee deegaanka uu soo booqdo laakiin marka xaaladda adkaatay waxa warar ku sheegaya in hadda magaalada Buraa uu joogo aanay suurtagal ahayn in deegaanadaasi uu soo gaaro hadda wadada maraaga dagaalka uu weyn ka dhacay maraaga miya laga qabsaday hadda yaa jooga maraaga maraagu bay jiray kana jooga oo waliba garoonka diyaaradaha iyo buuraligaasna wala gala soo wareegay marka ee hadda wadadu saafi ma ahan oo meelaha qaar bay waxa u tahay in ciidanka Soomaaliland ay ku jireen dhaxda marka la eegayo ama laga hadlayo deegaanka oo magaalada qatarada magaalada xidna baa ka joogay dhinacaana bay ciidanka la ka joogay dhaxda ay ku jireen marka wali maraagu bay ma ahan meel ammaan oo wadadu si toos ah uma furna laakiin maanta shaqo wanaagsan baa laga qabtay inta sana saraakiish waxay tilmaamayaan in jirta hadii aanu eebidiin la dhameystiri doona dagaalka galbeedka garoonkii iyo xargaga kowna xaqiiqda waa maanta ma kala soconaynba yani sababtoo ah waxay qorsheynayaan in magaalada maalmahan way qorsheynayaan dagaal xoog leh waxay doonayaan in 17ka meenta ka horreysa ay magaalada galaan ama ugu yaraan ay la wareegaan wadooyinka muhiimka ah ee magaalada soo gala si gaar ah wadooyinka laamiga oo dhinaca bariga iyo dhinaca galbeedka marka taan dagartaas waa la fahmay marka waa uma suurta gelin oo waliba haddii waa qof bismihi ay xalay xilligan kula hadlay oo kala tahay joogeer maanta waxa jooga ciidamada SSC marka jabkii baa ku balowday meel ay maraan ma jirto oo ay markaasay kaga maaramaan oo ay kaga baxaan ama xitaa ay ka bixi karaan marka inta go'aanka ku jirta waxay weeyeen kuwa dhurwaaqo hilibkooda ka wacsheen doolno isbuuciyada iyo waayaha soo socda tuna samagab hadda ciidamadu gacanta ma ku dhigeen mise waxa jooga ciidamadii SNM wararka sidaan ku helayo ciidamada dadka deegaanka jooga meesha saaka balu ku quraaday waa la isla dhaafay marka dhulkaas oo dhari inta badan oo ay walow meelaha qaar ay dhisay kaga jiraan laakiin wadada sooma fuuli karaa wadada way go'an tahay waxaana jooga ciidanka xogaga SSC khasaaraha xagga maadaama aad magaalada joogtay ma booqatay isbitaalada iyo wax khasaara oo jiro qabalka xagga ka warta horta wabaasanta ina khasaarashadu muhiim ma aha laakiin khasaaruhu waa jiraa dhimashada dhaawacu ay jiraan laakiin inaan sheegana muhiim ma aha waayo hadan waxa de weyn oo hadan sheegi kara ma jiraan de way iska suurtagal adigu dad 10 qof meelahan de la igu sheegay khasaaro dhimashadu waa jirtaa dhaawacan adigu de ilaa 3 shan meelo waa iska suurtagal laakiin dhaawac buuxo ilaa hadan warbaahinta ka sheegi karo ama aan xaqiijin karaa ma jiro walow aan isbitaalada qaar tagay haddana markii la eego dagaaladii hore khasaaraha dhanka rumaanta taas ayuu u yaraa hadee waxa lagu dhacayn waa dagaal baa dhacay hadii dagaal uu dhacana de ciidana gacanta bay jiraneysa ee de buur kuma haysto marka laakiin khasaareena markii la eego dagaaladii hore ka aad buu yaraa maxamed waxaad iga warantaa khasaaraha dhankooda xagga dagaalka qolta soo qaaday si dhankooda wararka aan ka helayo de khasaaruhu ma yara waayo de dagaaladii hore oo kuwan ka sahlanay ayaa dareemaysa maanta saddex waaraad iyo afar waaraad oo meel ay daabulan jireen marka kan oo ka adka waxa aan maleynayaa de waliba aad buu ka dhankooda khasaaruhu de hadda anigu xaqiiq ma hayo laakiin de ilaha iyo dadka aan la hadlay waxa sheegaya khasaaro dhimasho boqol ku dhow ama ka badan ee dhaawacna de isagu intaas soo sheegid malahan waxa xusid mudan intooda badan ee dhaawacyadoodii meedadku inta badan ay ka carareen oo aanay qaadanaynin waxaan baraha bulshada aan salaan ku aragtayba dhaawacyo iyaga ah oo ay ka carareen oo ciidamada dadka deegaanku ay marka kor joogaan marka waa filayaa in muqalano aan sidaad aragtay inta badan ayagu dhaawaca iyo dhimashada waa ahmiyadda mabasiyaan ba inta badan waa ka cararaan ayagu marka qofkii socda iyo qofkii baabuur fuuli kara oo muhiima maxamed maadaama beryahan dagaaladu aan shirin dagaaladii horena dagaaladan ay ka adag yihiin ay ka bilaabmeen aagag badan iyo aagag kale
مر هذا سوق بقبيسيد أو سوق نانتيد جود أهان قاب كا ودقال كان هو كان يبرد وهاب كور دقال كود وش حتى هاي كور مر هذه أي جا ماشاء الله يرا حردن باس أنت بدل ما قال هذا دبعته كوجا هاي رين كأدون تا أنت كوجرتا وكا أبو بات بريبة دقال لم يكرا مركا أدرينا دي الله إدم وحال سلا إن شاء الله جوتي ما أنت كونا أحسن مركا ودرينا كنت هذا ميل أو بحان ملا أفرت كونه ولا جيترا دوري جم آدي ترى ليش أنا كمان بيحب ترى لا مي مفهول ترى ساوى عيد مش من المقابل ترى مركا أو بعض توس أتكيا دوري ما أنت كنت هذا دجال مي ترى وإيه ما هم هكذا مي هذا لو ميتون بنو كنا سنة سبعة جامعة تاتن ديو إن لور الله بدأ ميتون بأو بنان ساوى حسوس أدار من داري ما مستقبل كي دوري واحد عدنا وحنو الدينية إيه بنو الدينية سجاك وحال عدونا لكن وحال صار عليك رام وقفك بني آدم كأها أو أما السياسة ده أمني برت وفلان كلا وحوي سدي وحو أكان كلا حقيقة الصومالي لان برك الله يا وهذا موجود قرحون صمت وحوي على سكوت يجيد أو ضبط عن كتب من الدنيا دي هيدا في الصومالية ضبط من سكوت يجيد مدان لقول لقبري إن مجال ده أي كم بحان أو أبي وده هذا اليوم وحون يدون يعني إن ميل لقول الأمان هي لك رأي تجان سدد كيو كلا بدبان لكن تهاس لواحد مدام مصيبي يوم ما ملكي سوين دجاجة كودين